بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أولا، بناء على ما قد سبق في تصريح سابق صرحت به بصفتك رئيس جماعة بمرزوقة بالنيابة آنذاك على أن هناك خروقات بالجملة وهناك اختلاسات بالجملة، لكن طلبنا من النيابة العامة باش تستمع للسكان في الدوار الشرقية في باب حريشة واحد جوج ديال الطرقان وطرق أخرى اللي هي سنتطرق إليها في هذا الموضوع. لكن بقيت هذه الأمور تراوح مكانها، إلا أن تفاجأنا يوم البارحة بأن سكان الدوار الشرقية ربطوا الاتصال بوسائل الإعلام بعين المكان بدوار الشرقية وبالطريق التي يدعي حفيظ بن قمرة أنه قد أنجزها هو الرئيس السابق المعتقل، وصرحوا بأنه هاد الناس جاءوا عندهم طريق صوبة الحجم ولود كيقولوا وكسمعوا في الفيديو وكسمعوا الخاص والعام. الآن الحاج عامر بن مولود هو اللي صوب هاد الطريق بشهادة سكوان وبشهادة هذا ومن ماله الخاص، وكيقول بأن صرف عليها تقريبا 120 ألف درهم 12 مليون، وهذا الشيء الناس كيشهدوا به في عين المكان. وراك ما سمعتوش شنو كيقول هذا السيد وشنو كتقول الساكنة، ولكن أنا بصفتي الآن اليوم سأوضح لنرفع اللبس على هذه الخروقات وعلى هذا التضليل وعلى هذه الهيمنة التي ينهجها السيد حفيظ بن قمرة، لأنه آنذاك حسب ما جاء في تصريح الساكنة أن السيد الرئيس حاكم السبع آنذاك وحفيظ بن قمرة والمهندسة، شكون هي هذه المهندسة؟ حنا ليس لنا مهندسة، هذه السيدة التي كانت قد سرقت السجلات من مكتب الجماعة وجبدوهم لفرقة ديال الدرك الملكي من الدار، هي اللي كانت ريجيسورة اللي كانت مكلفة بالمونداتمون، هي اللي طلعت معهم وكيقولوا الناس المهندسة، وهذا يعد انتحال صفة، هذا كيدخل في جريمة وفي جنحة انتحال صفة، لأنه باش نمشيو حنا لواحد الناس في واحد المنطقة نائية والآن ونصبوا عليهم ونتكلموا عن بهذه اللغة، هذه لغة الخشب، واش هاد الناس ما كيفهموش؟ واش سم هذوك الناس ماشي مواطنين؟ ماشي رعاية ديال سيدنا؟ ها؟ شكون هما هذوك اللي مشي؟ شكون هو حفيظ بن قمرة اللي استغل الضعف داك الناس ويمشي يستغل الفلوس اللي صرف السيد على داك الطريق ويجي هو ويستغلها ويدير له الماندا السيد الرئيس؟ الماندا ها هي فاينه، الماندا هاي فاينه، فيها 12 مليون 12 الف درهم 12 مليون 120 الف درهم، ها هي ها هي، ودار البوند كوموند عليها وجاب كما قالوا كما سمعتوا كما جاء على لسان الاخوان ديال الشرقيه الساكنه، قال لك بان جاب الاليه ديال تراكس ديال الجماعه وجاب بقيه لا تما كاين، والصباح جاوا داوها وتغداو عند السيد خدموا ساعتين ومشاو بحالتهم. الان حنا كنقولوا انا بصفتي الان مازال امارس ولو لم اكن رئيسا، أنا سأدافع بشتى الوسائل على مصالح المواطنين تلبية للنداء الملكي للنسيد، نقلنا المصلحة ديال المواطنين لا تقبل التأجيل وفوق كل الاعتبارات. هذا الموضوع هذا لا نناقشه ولا غبار عليه. الآن أنا كنقول هاد حفيظ بن قمرة من الذي يحميه في هذا الإقليم؟ هو ومجموعة من رموز الفساد على أموال جماعة بن مرزوقة، وبالتالي يجي ويمشي يخبع الأعضاء ديال الجماعة باش يجيب فاسدين اللي
لتنصيبهم على رأس جماعة بن مرزوق. رغم أنهم متورطين، هؤلاء كلهم متورطون في فساد في هذه الجماعة. لم يكفيه هذه الطريق، بل ذهب إلى بعد من ذلك إلى طريق أخرى، وهي طريق باب حريشة، اللي هي لا تبعد علينا إلا ببضع كيلومترات على الطريق الوطنية، فيها 195,000 درهم، 19,516,000. هذه تخلص فيها المنضد ديالها، المنضد ديالها، المنضد ديالها. هادو كلهم كيدخلوا في خانات مشاريع حبر على ورق لم تنجز بمباركة من الرئيس السابق ومن الحاشية التي كانت تدور في فلكه، وهذا لا يقبله الله ولا يقبله المنطق. الآن قلنا لهم إنكم تريدون أن تحققوا أطماعكم في هذه الجماعة. الأطماع هاي واضحة، الأطماع موجودة. أكثر من ذلك، الأفكار الضيقة والسياسوية اللي كيتعاملوا معنا بها ولغة الخشب والتي لن نقبل بها أبدا مهما وصلوا، سأقاومهم بشتى الوسائل. سيتسببون في عرقلة سير هذه الجماعة، والمسؤولية تحملونهم ومن يسانده هذه الجماعة وهذا المجلس الذي هو أعضاؤه الآن معتقلين محتجزين، يتحملون كامل المسؤولية. وأنا لنا مقابل مغريات، مساومات، استمالات بشتى الطرق. لأن علاش خصنا نسرقوا الفلوس الجماعة ونمشيو نشريو الأعضاء بن مرزوقة ونسدوا عليهم باش نجيبوهم من باش نزيدوا باش نفسدوا في الأرض باش يعتونا في الأرض فسادا؟ لن نسمح لهم بالفساد في بن مرزوقة، لن نسمح لهم أبدا. قلت لهم هذا الكلام سابقا في فيديو آخر، في تصريح آخر، وأؤكد لهم مرة أخرى فليعلم الجميع أن جماعة بن مرزوقة إذا كتب لها أن تسير بهذه الطريقة التي تسير عليها الآن، والأعضاء معتقلين حتى يأتون بهم إلى قاعة الاجتماع، بأن جنينها سيولد ميتا. أنا أقول لمن يخطط أو له حسابات أن يراجع حساباته، وعليه أن لا يخطأ الحساب. نحن مستعدون للخونة الذين خانوا الأحزاب وذهبوا إلى جهة أخرى لمساندة أحزاب أخرى. نحن تقدمنا بترشيحاتنا إلى رئاسة المجلس، نقول لأعضائنا أن يعودوا إلى رشدهم ويصوتوا لصالحهم، فإن لم يصوتوا سنتخذ الإجراءات ضدهم في ظرف أجل شهر، وسنجردهم من عضويتهم، وآنذاك ستبقى الأغلبية مشلولة، وسنتصرف نحن كأحد عشر عضوا بتصرف سيفاجئ الجميع. وعلى من بارك هذه الخطوة فعليه أن يتحمل المسؤولية. أنا أقول أن يتحمل كامل مسؤوليتهم. وأنا أناشد السيد وزير الداخلية من هذا المنبر أن يتدخل لكي تسير الأمور في نصابها ولا تنحرف عن المسار الذي رسم لها، لأن هؤلاء ليس لهم مصلحة في جماعة بن مرزوقة إلا أن يصبوا على رؤوسنا إلا مصلحة المال وسلطة الجاه، وينصب على رؤوسنا فاسدين. وأن جلالة الملك أيده الله ونصره قال: فإذا وضعتم فوق رؤوسكم فاسدين فلن تقبل شكايتكم، ولن نقبل بأن يفرض علينا فاسدين.
ولن أقبل أن يفرض علينا فاسدين مهما كلفنا الثمن ولو أدى بنا الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. أنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عليه لأنني غير على تلك المنطقة وغير على المواطنين. أقول لهم من كان يساند هذه الشرذمة وهذه العصابة المنظمة فعليه أن يذهب إلى السكان ويستشيرهم ويستطلع آراءهم. أنا أقول السكان أنا مع الساكنة وليس مع من يتبعون المسائل المادية والمسائل والمغريات والوعود الكاذبة والتفاهات التي تؤدي بمصالح المواطنين إلى الهلاك وإلى الهاوية. وأنا أحذر من هذه من هذا وهذا مأزق خطير ومنزلق خطير. أنا أتبرأ منه براءة الذئب من دم يوسف لأن هؤلاء ليس لهم ضمير. أنا أقول لهم غلبوا صوت وغلبوا الحكمة وحكمة المنطق الحكمة على وحكمة العقل على التهور واللعب بمصالح المواطنين لأن مصالح المواطنين لا يمكن أن نتلاعب بها وهم تلاعبوا بها. أما هل الفيديو يتداول تصريح لأناس شرفاء لهم عفة يعانون في مناطق نائية ونهبت أموالهم وسرقت منهم ونصب عليهم لأن هذه فيها النصب والاحتيال والاختلاس وجميع المتابعات. لأن هنا راه النيابة العامة يمكن تبقى كتابعة بجميع الفصول ديال 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 الاختلاسات وديال 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 النصب وديال التعدي ويهزوا السيدة ويديها ويقول لهم هذه المهندسة. بابا عمرو زوقا ليس لها مهندسة، هذه انتحال صفة. أنا كما قلت في الأول انتحال صفة و انتحال صفة وتدليس على السكان لأنهم يعتبرونهم أنهم قطيع، يعتبرون أنهم قطيع من بل هم شرفاء. أولئك الناس شرفاء، أنا أحييهم. أنا يحصل للشرف أن أكون في وسط ذلك. أولئك الزمرة من رجال من المواطنين الغيورين يعيشون في تلك المنطقة. ويذهب السيد حفيظ بن قمرة والسيد الرئيس المعتقل وينصب عليهم ويدير فلوسهم ويدير البند كوموند على الطريق والسيد خدمها من جيبه. ها ونجيو نتبجح ونجلسو ونقولوا باغي نترشحوا للبرلمان. هاد الناس ما كيحشموش، هاد الناس خصهم يحشموا، راه ما كيحشموش. الله يرحمهم التاريخ، سيذهبوا الى مزبله التاريخ. انا اقول لهم باب مرزوقه هي مقبره ديالكم، حتى المنسق ديال 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 التجمع الوطني الاحرار فهو متواطئ معهم. ها سير ندوز لواحد سير هزات، سي نجيب الهزات يتبجح وكيصور السياره ديال الجماعه في الليل وهي واقفه واموت ما كيديرش الحمله وكيصور السياره وكيقول اودي بانه كذا وكيطلب بانه هذا واحد الشيء غريب، شي حاجه كبيره وقع. شنو وقع؟ اموت رئيس جماعه بالنيابه مادة 61 مازال كتعطيه الحق بانه يسير جماعة الى يوم الاقتراع. فين كاين المشكل؟ ولكن هو شنو عنده؟ هو اسيدي عنده واحد جوج لي بوند كوموند، ها هما واحد داروا في كيفان الشرفه ولا في اصدور، راه ما كاينش فيه حتى بلد الرمله ما دارش. وغادي استدعيو الشيفور ديال نيفلوز، استدعيو الشيفور ديال نيفلوز قولوا له شنو كاين. راه ما كاين والو، هاد السيد هذا براسو داير الفلوس ديال الجماعه وراه معروض على جريمه الاموال. وعنده هاد البوند كومود 142 الف درهم و 80 درهم، 142 الف درهم و 80 درهم. وعنده واحد 148 الف درهم و 800 درهم. هادو مشى دار شي بلايك في شي درقات في الطريق بواحد الثمن خيالي والطريق ما كايناش، الطريق اللي دار في اصدور اللي كيقول لك دار في اصدور ما كايناش. هاد الطرقان ما كاينينش، هاد الطريق ما كايناش، هادي فلوس داها. ودابا كيجي يكتب يتبجح ويصور سياره الجماعه ويقول بان رئيس الجماعه، رئيس الجماعه شريف عنده العفه ديالو، ها؟ انا عندي العفه ديالي، انا لست بلص. ولكن جماعه اللصوص من يريدون ان يجعلوا باب مرزوقه محميه للصوص ساحاربهم. سأحاربهم مهما كلفني الثمن.
مهما أدى بي الأمر، مهما تعرضت للمضايقات، سأحاربهم لكي لا يفسدوا في مصالح الساكنة. وأقول لمن أراد أن يعي الأمر فعليه أن يستشر الساكنة أو يدير استطلاع الرأي مع الساكنة، وهذا شرف لي، هذا يحصل للشرف الكبير والشرف العالي، أنا أفتخر بهذا. في ظرف 6 أشهر أصبح المواطن ينوه بمجهوداتي وبمواقفي، وهذا شرف لي، هذا يرضي الله ويرضي جلالة الملك ويرضي المواطنين رعايا صاحب الجلالة في المنطقة. الحمد لله حمد كثيرة، لكن هذه مجموعة من اللصوص سأفضحهم دائما وأبدا. وهناك شنو يقول لك؟ يقول لك غادي يقول لك تختار فيهم شي واحد هادو؟ لا، الرؤساء واحد في السجن واحد، وهذا اللي مرشح دابا حلت له الملف ديالو على جرائم الأموال، راه عند دار فيه السيد وكيل العام ديال فاس تعليمات. ثانيا عندي وثائق ديال غادي ندليو بها في تصريح لاحق ديال تقسيم الاراضي ديال التعاونيه ديال النائب الثاني، هو اللي عنده خروقات في تقسيم الاراضي ديال التعاونيه اقل من هكتار، وانا غادي ندلي بها والسلطه الاقليميه تعرف هذا الشيء. ها ثلاثه زيد سيدي السيد الاخر خصهم يستدعيوا مول القادوس. انا كنقول النيابه العامه خصها تستدعي عاود فؤاد الوزاني اللي عنده القادوس طريق الملاحه، يقول لهم كيفاش وقع القادوس وفوقاش دخلوا الناس للحبس وفوقاش تباع القادوس وفوقاش تخلص مول القادوس، وراه عاد عطاوه الشك في شهر في الثالث شهر 7 ولا في الدوبي ديال شهر 8، عيطوا له استدعيوه راجع عندي وصرح لي بهذا الشيء وخلصوا السي واللي مشى معاه باش دالوا الشك وكيرغب باش يفك الجره هو السي محمدين خونا. إلا قال أودي هادشي ما كاينش غنعيطوا له عند نستقصي نستدعيو السي محمدين السي فؤاد الوزاني. ها شكون اللي بقى؟ شكون اللي بقى؟ شكون اللي بقى من هاد الناس؟ ها واش دابا أنا نمشي نتحالف مع هاد العصابة؟ لم ما كيشرفنيش لو كان يعطيوني وزير هادوك العصابة يعيطوا لي يقولوا لي تكون وزير يديروا لي اتقاد الوزير، ما عندهمش، ولكن ما نكونش معاهم. علاش؟ لانه ما يمكنش انا نخدم مع عصابه منظمه، وها هما الناس اللي معاهم جاوا من برا، ها هو حفيظ من قبره جا معاهم حتى هو هذا داخل في العصابه، لان هذه عصابه منظمه. لما تمشي تنتحل الصفه وتدي السيده وتقول لهم هذه المهندسه وهذا، غدا تديها وتقول لهم هذه الوزيره جات عندكم وتكذب على الناس. ها هادو ناس بساطة، هادو ناس ماشي اغبياء، هادو ناس بكرامتهم، هادو ناس ساكنين في واحد المنطقه نائيه. هذا كيعيش بالعطي الله وكيقول عاش الملك، كيقول يحيى سيدنا. كيف يمكن احنا باش كيف يمكن لي انا نسكت على هاد الحوايج هادو؟ وعندي مسائل اخرى، عندي مسائل اخرى ما بزاف هنايا، بزاف عندي مسائل ها هي هنايا، لان الوقت ما غاديش، ولكن انا غادي ها هما اختلاسات اخرى هنا غادي نجبدها. هاد الناس شنو مشاو داروا لي باش يكون باش ماشي حتى شي واحد ما يملي عليا؟ هاد الناس داروا لي واحد المشكل، داروا لي المؤامره الاولى، مشاو قالوا اسيدي هاد السيد، مشاو جابوا واحد السيد سميتو عبد الله البريهي، عبد الله بن المقدم، وقالوا له غتمشي عند اهموت وتقول وتجبر الشهود ديال الزور ودير به شكايه للسيد وكيل الملك وتقول بان طلب لي الرشوه. هادشي كان مازال هادشي من الاول، مشى دار هاد الشكايه وتقدمونا للمحكمه كذا الى اخره، مشينا للقضاء الابتدائي، ها البراءه ديالنا هاي ها هي سيدي، نصرح المحكمه علانيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوه العموميه بعدم مؤاخذه المتهم من اجل المنسوب اليه والحكم ببراءته وتحميل الصائر للخزينه العامه وبارجاع كفاله الصراح لفائده المتهم. ومازال ملفات اخرين شنو هما؟ مشاو سيدي شنو مشاو داروا؟ اخر ما طف باش يصيفطوني للحبس، هذا ما جابش الا الله، هذا لان انا بريء، لان شوف انا بريء مع الله ومع نفسي مع الامه اللي كنخدمهم. مشاو سيدي شنو داروا؟ قال اودي اش غنديروا؟ ران العصابه اجتمعت قالوا احنا غادي نوضوا نديروا الزور ونجيبوا الموظفين والحارس ديال الجماعه ونقولوا اهم تهرس الباب وسرق السجلات وفعل وترك ومشى الرئيس الزور وكذا باش نمشيو للجنايات يديوني الجنايات. لولا لطف الله والنزاهة القضاء، وانا من هذا المنبر احيي السيد الوكيل العام لدى محكمه الاستئناف بتازة، احييه تحيه طيبه، لانه اخذ الملف بجديه وقام بالبحث في النازلة
بكل موضوعية وبكل شفافية وبكل نزاهة حتى ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لولا الكفاءة واليقظة العالية التي كان يتمتع بها السيد الوكيل العام والنيابة العامة ككل لما هذه اللحظة لم أكن هنا، أكون بجناية لم أرتكبها ولم أعلمها أبدا. علاش؟ لأنني أقول اللهم إن هذا منكار، هاد الناس كيسرقوا الفلوس ديال كينهبوا الأموال ديال الجماعة، هادشي علاش؟ لا أقل ولا أكثر. ولكن سأبقى أقول كلمة الحق ولا أخشى أحدا ولو متلائم أبدا. ولكن أنا أقول مرة أخرى لهؤلاء ولمن يبارك أن يكون المجلس على هذه الصفة وعلى هذه الحالة التي راهم عليها، أن يراجع حساباته حتى لا تسقط جماعات باب مرزوقة في انتخابات جماعية. لن نقبل بهؤلاء الشرديمة أن تسير الشأن المحلي في جماعة باب مرزوقة والذين أيديهم ملطخة بالفساد. ولنا عودة أخرى في هذا الموضوع وفي هذه الملفات مرة أخرى، لأن لدينا الجديد وما زالت بيدنا وثائق، وقبل يوم الاقتراع لنا عودة لهذه المواضيع بالتفصيل، وسنكشف على المستور بكل تفاصيله. وفي الأخير نتوجه بالشكر الجزيل لوسائل الإعلام ولكل من ساهم في هذا اللقاء وكل من حضر له. ونختم القول بالدعاء لصاحب الجلالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده، اللهم وفقه للخير وعينه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وارحم اللهم جلالة الملك الحسن الثاني ومحمد الخامس واجعلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واحفظ اللهم ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن والأمير الجليل مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وإنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.